اشتريت جهاز حاسوب وأخاف أن أستعمله فيما لا يرضي الله، فكيف تنصحونني؟ لا أدري، إذا كنت قد توقعت من نفسك هذا التوقع فبعه، بعه وتخلص منه، وبعه على شخص يستخدمه استخداما طيبا. نعم، وهذا بارك الله فيك إذا شعرت أنك ضعيف، أما إذا كنت ستجعل لك فيه مكتبة سلفية مثل المكتبة الشاملة مثلا أو الجامع الكبير أو غيرها من المكتبات التي تضاف إلى الكمبيوتر فتكون موسوعة علمية، هذا بارك الله فيك يكون بإمكانك أن تستخدمه استخداما جيدا. أما إذا كنت تشعر أنك ستأتي بسيديهات فيها صور، حتى ولو كانت هذه الصور حقائق على الشيعة والصوفية فلا تجوز، ما دام أنها فيها صور أو كانت أفلام كرتون أو كانت تمثيليات مما يسمونها التمثيليات الإسلامية فهذا لا يجوز. بارك الله فيك وأنت أعلم بقدراتك. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.